أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم مثل ما بتعرفوا أصدقائي، حلقتنا راح تكون عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، وطبعا أخونا أبو الحكم معنا وراح يقرأ لنا بداية من الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. بدك أراك الفاتحة يا ريس؟ يا ريت يا ريت سمعنا شيء من الذكر الحكيم أو حتى غير الحكيم، يعني بيمشي الحال. طبعا أسلم بالبداية على صديقاتي وأصدقاء المشاهدين اللي تابعونا بالحلقة، ويعني صار لي فترة معهم الحلقة، فصار وقته مثل ما يقول إفراج، طلع لي الإفراج قدرت أطلع حلقة. طبعا بداية طبعا عزي الشعب المصري، قبل ما أحكي أي شيء، الشعب المصري اللي الفاجعة اللي صارت بتفجير الكنيستين بإسكندرية وطنطا، يعني إحنا طبيعي يعني ذاك اليوم صراحة يعني أحكيها بدون نفاق وبدون أي شيء، أنا نمت وكل أحلامي كانت كوابيس عن هاي الشغلة، يعني قلبي كان ملآن قيح ومن الحزن يعني اللي صار، يعني كيف قدروا يكسبوا فينا بنط دول الإرهابيين المجرمين يعني، وترحما على الشهداء اللي سقطوا كلهم بشر، وإحنا وناس أصلا تنويرين ونحب جميع البشر من كل الأديان كذلك، إذا كانوا مسلمين اللي سقطوا مسيحيين كلهم على رأسنا، نعزي الشعب المصري ونعزي المسلمين والمسيحيين بهذا المصاب، خصوصا المسيحيين لأن أكثر اللي سقطوا هم كانوا مسيحيين. تفضل جان. أشكرك أبو الحكم. طبعا أنا ما يفوتني أن أعزي أهلنا وناسنا في مصر، وطبعا للأسف يعني هو كل نهارين في حادثة، يعني شفنا بستوكهولم، شفنا بباريس، شفنا بغير باريس، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم الإرهاب لا ينتهي، يعني شفنا الحادثة الكيماوي كمان، وهو الكيماوي ما صار شيء بسيط على التنظيمات والنظام الإرهابي وكل الإرهاب الموجود، يعني هل ضحايا، هي ضحايا الإرهاب، يعني للأسف الشديد واحد صار كل يوم لازم يعزي الناس، ولكن للأسف وبيجيك بيجيك بيجيك مين يقول لك والله الإرهاب لا يمثل الإسلام، وهي الفاجعة، مع أنه كل من ينفذون الإرهاب هم مسلمين، يعني مثلا الكيماوي اللي صار بخان شيخون، يا أما النظام يا أما النجاسة القاعدة وشبكاتها واللي كلهم أنجس من بعضهم. حادثة الكنائس هاي واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، ما كلهم المنفذين هم إسلاميين. حادثة ستوكهولم منفذين إسلاميين، بلجيكا، بمدريد، بباريس، كلهم مسلمين، كل من نفذ الإجرام هذا الجرائم هي مسلمين، يعني بصراحة يعجز اللسان عن التعبير، شو بدنا نحكي يعني شو بدنا نحكي. وبيجيك كمان شوية بعض من الصيصان، لماذا تهاجمون الإسلام فقط؟ لماذا لا تهاجمون المسيحية؟ ولماذا لا تهاجمون الهندوسية؟ ولماذا لا تهاجمون ما بعرف أصل الأرض؟ واللي رافع رشاشه علينا وشايل سيفه علينا هو إن المسلمين فقط فقط فقط، ويريدون أنه نحكي عن المسيحيين وننتقد المسيحية والسيف القامع على رؤوسنا واللي بده يقطع أعناقنا هو السيف الإسلامي. فللأسف الشديد يعني شي بيدوخ هالمجرمين، ولكن نحن موجودين ورح نبقى. أنا شخصيا لن يكون لي غير الإسلام هدف، وحتى أزيل هالفكرة هاي وهالنشاز هذا من عقول المسلمين أهالينا وناسنا. أبو الحكم، تفضل أبو الحكم.
طبعا جان يعني اعمل ايضا او اعزي الناس اللي سقطوا في سوريا بالهجمات الكيميائية. طبعا دول هم اهالينا يعني ومصابهم هم أليم مثل الباقين يعني. ف يعني نتمنى الجرحى يطيبوا مرة ثانية، او اللي ما ماتوا بالغازات الكيميائية يرجعوا يعيشوا حياة طبيعية، نتمنى هذا الشيء. واللي ماتوا نتمنى ينامون بهدوء، لأنه احنا عندنا النوم الأبدي هو بعد الموت، خلاص ما في أي شيء بعد هذا الشيء. هو الحياة أهم شيء، إذا راحت من إيدنا خلاص انتهى كل شيء، لا في حساب ولا عقاب. وطبعا أعزي الناس اللي توفوا أيضا في ستوكهولم. يعني بس حبيت أوضح نقطة، يعني أنه الأخوة اللي يقولون أنتوا ليش سواء المسلمين أو بعض الملحدين اللي يقولون أنتوا ليش لازقين بالإسلام وما تنتقدون المسيحية أو اليهود أو الأديان الأخرى، يعني هم شايفين بعينهم اللي جاي يصير. في شيء اسمه مهم، في شيء اسمه أهم. احنا هسه المصيبة الكبيرة هي اللي موجودة، انعدت كم حادثة خلال الأيام صارت، يعني حوادث كثيرة جدا، 6-7 حوادث صارت كلها من المسلمين، كلها قاطبة. يعني المسيحي ما يقول لي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ما يقول لي اقتلوا المشركين كافة، اقتلهم حيث وجدتموهم، ما يطالبني بهالشيء. فليش أنا يعني هو صح أنا أعتبره أصلا كل الأديان أعتبره خرافة، هاي شيء منتهين منه يعني. ولكن الدين اللي يستحق المتابعة والتنوير هو الدين الإسلامي، واضح، شاء من شاء وأبى من أبى. يعني هذا الشيء إحنا واضح للجميع أنه الأذية والمشاكل اللي جاتنا حاليا من الإسلام، فكيف ما أركز عليه؟ يعني كيف أتركه؟ وهذا الدين اللي أعرفه، أنا ما أعرف غيره، ما أعرف أي شيء عن دين المسيحي إلا شغلات بسيطة، أو اليهودي أو البوذي أو أي شيء آخر. أنا ربيت لو ديني ما كان، لو ديني السابق ما كان يدعو للقتل والعنف والشيء، يمكن كنت أتركه ولا يهمني، فقط أحكي تنوير وأحكي بصورة عامة عن أنه يتركوا الأديان والإنسان أهم شيء مقدس والأديان تجيب مشاكل وهكذا. ولكن تركيزنا واضح على الإسلام. ليش؟ لأنه كل النصائب حاليا جايتنا، واحد يقول لي بس يأشر لي على مكان صار فيه عملية إرهابية من دين معين، ما في غير الإسلام. لذلك تركيزنا راح يبقى على الإسلام، ولكن هذا لا ينفي أنه الأديان كلها خرافات. يعني فاليوم يعني اللي ينسف القرآن بأجمع عندنا قضية الناسخ والمنسوخ. يعني إذا عندك شي جان قبل ما أبدأ بالموضوع، وعدنا تقرأ الفاتحة يعني. فاتحتنا غير شكل، إحنا فاتحتنا ما فيها كلمات نلعن فيها اليهود والنصارى، نلعن فيها كل البشرية، كلهم يدخلوا إلى النار ما عدا المسلمين. يعني هذه هي فاتحتنا، أشعار اقرأ أشعار جان هو الفاتحة. طيب تفضل أخوي، تفضل أبو الحكم. أوكي، إحنا طبعا الناسخ والمنسوخ، يعني في كثير يعني علماء حاولوا يعني يفندون إنه ما في ناسخ ومنسوخ بالقرآن، ومنهم محمد عمارة، الشيخ محمد عمارة يقول لا ما في لا ناسخ ولا منسوخ. ولكن أكثرية الشيوخ بالإجماع يقولون إنه في ناسخ وفي منسوخ، في آيات جاءت ونسخت الآيات التي قبلها، تقبل أو ما تقبل بكيفك، لأنه هم الإجماع يمشون على الإجماع يعني، والإجماع يقول إنه في ناسخ وفي منسوخ. وهذا الشيء يعني يجلبنا إلى سؤال إنه كيف هذا الإله العظيم اللي يعلم كل شيء بالنوايا البشر حتى يعرف، كيف ما يعرف بنواياهم شو راح يعملوا حتى يجي يغير آية من يوم البكرة
حتى مرات ساعات يعني كان ينسخ الآيات. أثر راح نجيب لكم أمثال كثيرة، بعضها أدت إلى كوارث وإرهاب يعني. فالآيات اللي نسخت الآيات المنسوخة، فالناسخ والمنسوخ نقدر نعرفه بالبداية لغة يعني هو الإزالة، يعني النسخ يعني إزالة، ويجي النسخ من كوبي مثلا نقول عليه، ولكن هنا يقصد في القرآن الإزالة، يعني شيء يزيل شيء آخر، شيء يأخذ مكان شيء آخر. يقال نسخت الشمس الظل، يعني لما اجى الشمس الظل راح اختفى، نسخه يعني حل مكانه، يعني أي إزالة. ويأتي بمعنى التبديل والتحويل، وجايب آية يقول لك وإذا بدلنا آية مكان آية، آية النحل 101. عرفنا شنو هو الناسخ والمنسوخ، وفي أنواع على أساس من النسخ. يقول لك هو مصطلاحا ورفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، الحكم المرفوع يسمى المنسوخ، والدليل الرافع يسمى الناسخ، ويسمى الرفع النسخ، يعني شيء يرفع شيء. فعملية النسخ يعني تقضي على المنسوخ، وهو الحكم الذي كان مقررا سابقا وتقتضي ناسخا، وهو الدليل اللاحق. طبعا يقول إمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي: النسخ والانتساخ اكتتابك في كتاب عن معارضه. هذا التعريف للفراهيدي. والنسخ إزالتك أمرا كان يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره. يعني الكلام أعتقد واضح جدا، يعني تزيل شيء أنت كنت تستعمله. مثلا أنت مثلا مثل بسيط، أنت عندك كرة صغيرة تلعب فيها، صارت عندك مصاري قدرت تشتري كرة أكبر، فهاي الكرة الكبيرة تنسخ الكرة الصغيرة، يعني الكرة الصغيرة خلص راحت بعد ما لها قيمة، انت تصير تلعب بالكره الكبيره لانه صارت عندك كره كبيره، او تعر يعني هو يعني وضعك المادي تحسن قدرت تشتري كره اكبر، فخلاص ذاك راح ما له قيمه بعد ما تلعب بها اصلا. يعني تاخذ الحكم الجديد اللي صدر وتترك اللي قال. وهسه راح نشوف انه الناسخ الايات الناسخه تكون على ثلاث أشكال، وراح نعرفها وراح ننطي رأينا طبعا بكل شيء اللي راح نقرأ. بعدين هنا يقول اللي قرأناه، يقول إزالتك أمرا كان يعمل به ثم تنسخه بحادث خيري، كالآية تنزل في أمر ثم يخفف وتنسخ بأخرى، فالأولى منسوخة والثانية ناسخة. أعتقد الكلام واضح ووضحناه يعني. وتناسخ الورثة وهو موت ورثة بعد ورثة والميراث لم يقسم، وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن. يعني لما يجي قرن تصير عنده حياة أخرى، قوانين أخرى، تنسخ القوانين اللي فاتت. وهذا الشيء صار بالأديان كلها، يعني الأديان جت المسيحية التي نسخت اليهودية، حتى لو يقولون احنا ما عندنا عهد قديم وعهد جديد، هم العهد القديم ما يعترفون به، فقط موجود معاهم لكن ما يعترفون به. وكذلك الإسلام لما اجى نسخ المسيحية واليهودية كلها نسخت، فهو هذا يعتبر ايضا من النسخ. والنسخ ابطال الشيء واقامة اخر مقامه وفي التنزيل. يقول لك هنا: ما ننسخ من آية أو ننسيها، جايب الآية، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة. يعني يقول لك أنه الآية تقول أنه يعني أي آية تجي ننسخها نشيلها نتخلص منها أو ننسيها. ننسيها يعني محمد كان بعض المرات يقول آيات
فيسألوا الصحابة، يقول له مرة أحد قال له يا رسول الله بارح جبت لنا مثلا على سورة احنا ما نتذكر منها غير بسم الله الرحمن الرحيم، هو مين دايخ يعني ناسي، راح ورجع قال له نسخت. فنسي يعني على أساس الله ينسي له يا بعد، ليش تنزله أصلا يعني يا إله يا أنت أعلم العلماء، أريد مخك شغلته وقلت له محمد آية ليش نسيت له إياه، كنت ما تقوله أصلا يعني، إذا كلام فاضي هذا يعني، إذا محمد هو اللي يخلي اللي ينسى الآيات فيدعي إنه الإله ينسي له إياه، فهو إذا كان يرد ينسي له الإله ما يعطيه الآية أصلا، ليش يعطيها بالأساس يعني. فهذا محمد أصلا بسبب مشكلة صرع الفص الصدغي اللي كان عنده كان ينسى كثير يعني، فشغلات كثيرة في مثلا يقول لما ادعوا انه انسحر وما اعرف شنو كلام الفاضي، كانت كان المرض متمكن منه شوية، كان يتخيل انه متقرب لنسائه وما متقرب نايم وياهم او عمل شيء او توضى او صلى، هو ما يعرف بنفسه اصلا يعني، صارت معه بالصلاة وصارت معه بالوضوء وصارت معه بأمور الحياة كلها شغلات ينساها، يقول له نسي، يقول آخر شيء قال لك إيه مسحور أنا مسحور يعني ست الشرفة كولي السحر، لما شاف نفسه الأمور هدت عنده فادعى أنه كان مسحور والله طببه يعني، ما أعرف هذا غير إله يترك رسوله ينسحر يعني. صراحة غريبة لي كثير غريبة. أبو الحكمة بدي أسألك اليوم 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 يعني القرآن لما نزل هو موجود مفروض يكون موجود في باللوح المحفوظ يعني، لكم دينكم ولدين، خلينا نأخذ مثال موجود باللوح المحفوظ، معناته الله شرع سياسة، هو بعت النبي آخر الأنبياء وآخر رسالة، شرع سياسة لكل العالم بعد محمد انه لكم دينكم ولدين، بعدين تجي ايات التوبه مثل اللي نسخت ايات السيف مثل ما بيقولوا نسخت هالايه هي، يعني كيف ممكن المسلم انه تمشي عليها الامور هي، يعني انه الله قرر في يوم من الايام لكم دينكم ولدين بعدين برجع بنسخها بايه السيف، فكيف بده يكون اثنيناتهم موجودين مع بعض في اللوح المحفوظ؟ يعني هاي احتاروا العلماء بهذا الشيء، لذلك في علماء قال لك ما في شيء اسمه منسوخ، فما في شيء آية منسوخة نهائيا، فيقول لك كل اللي حطه الله هو الصحيح يعني، فبس هذول قليلين جدا، لكن العلماء الكبار يقولوا احنا ما نعرف الله أعلم يعني، لما يتكلم بشيء ويحتارون فيها يقول لك الله أعلم، هو يعرف هو إلى حكمة بهالشيء، بس هم ما يعرفون أنه تغيير الظروف اللي تصير على محمد وظروف الحياة والأمور اللي راح نشوفها، راح نعرض بعض الآيات المنسوخة فراح نعرف أنه هو تصرف بشري يعني، أمثلة راح أجيب لكم مثال، مثلا هو وضع المادي ما كان تمام، فطلب من ناس انه كل واحد يجي يقدم لرسول هدية يعني صدقة يسميه هو، بين ان يقدم بين يدي قدموا بين يدي نجواكم صدقة، فشاف ما حدا اجى عنده غير ما اجى غير علي بن ابي طالب، وكان مدين الدرهم ما اعرف الدينار، وراح حتى يحكي مع الرسول عند استشارة أو يتكلم معه أو شيء، فشاف ما حدا إجى عنده وانتركه، ثاني يوم مباشرة قال الله يعرف إنه أنتوا يعني معتكم ظروفكم مو تمام، فما يحتاج بعد تقدموا هدايا يعني، هذا الإله هل كان ما يعرف إنه إذا عمل هذا الشيء ما حدا راح يجي؟ هذه ضربة للنبي أصلا يعني، هو الله إذا الإله حاطه كنبي يعني جاي يعلم عليه يعني، يقول له يلا فرض عليك هالآية وبعدين ما حدا يجي، يقول لي يلا خلص ما بيأثر هاي الآية الجاية
بيقول لك ما خلص ما يعطوا مصاري ويقدروا يجي لعندك. يعني الواضح أبو الحكم هون في الآية هي إنه يعني مسألة نصب واحتيال، مسألة فلوس. يعني إذا بدك تجي عند محمد أنت لازم تجيب معك شغلة تعطيها، يعني مثل الشيوخ اليوم لما تجي لعنده بتاخذ منه فتوى ولا شيء تحط له شغلة هيك كم ورقة تحت اللبادة يعني. أي طبعاً، وهي يعني نقطة أخرى إحنا من ناحية أخرى نشرحها، إنه شوف محمد يعني هالنصب والاحتيال بالإضافة للنصب والاحتيال اللي سواه، إنه شاف ما فيها فايدة وتركوا العالم، قال لك خلاص نرجع على قديمه. أنا ما بيأثر، أجيب لك آية وأقول لك من الله، خلاص الله قال أعطوا مصاري، قال الله استغنى عنها. يعني هنا هي أصلاً لو تجي حقيقة ضربة من الإله أو علم على محمد، ونحن نعرف كله من تأليف محمد يعني هذا الكلام، فلا في إله ولا أي شيء يعني. فهنا واضح جدا أنه القضية كلها نصب احتيال. شو معناته أنت اليوم بتقول إذا بدك تجي تحكي معي تدفع لي مصاري، وبعدين ثانية بتقول له لا ما بدك تدفع؟ يعني هي المصيبة، هي مثلا يعمل شغلة الطريقة اللي يعملها يعني أسوأ من النتيجة اللي يعرضها. مثلا شغلة الطيران اللي قلنا عليها إسراء ومعراج راح على البراق وما أعرف إيش، هي مش مشكلة إنه صعد للسماء، الطريقة هي مضحكة، إنه كيف تحدى قوانين الطبيعة وهيك وحصان وراكب عليه بشر وعنده نفس جناح النسر، يعني كيف يعني هو النسر هالقد وبصعوبة يصعد وينزل، يعني كيف بشر راكب على هذا البراق ويطير وكمان اللي يتحدى الجاذبية؟ يعني الطريقة اللي يشرحها هي تكشفه أصلا، وهذا كمان النصب اللي سواه وما نجح فيه يكشف حاله لما يجي يقول خلاص الله ما بده مصاري. أو مثلا لما كان يقول الآية تقول إنه 10 منكم يغلبوا 100، يعني كل 10 أشخاص يغلبوا 100، بعدين شيء يقول الله يرجع يغير الآن، يعني الله الآن عرف إن فيكم ضعفا فما عمل 10 مقابل 20، يعني 1 ب2، كان قبل عامله 1 يقتل 10 أو 10 يقتلوا 100 نفس الشيء، فرجع عمله 1 مقابل 2 أو 10 مقابل 20. يعني الله ما كان يعرف هالشيء، ما كان يعرف إنه المسلمين ما يقدروا على هالشيء. شو يعني بروسي كمان ما يقدر يعمله 1 يقتل 10 يعني. فيعني هنا يشوفك إنه محمد يتصرف حسب الظروف اللي يمر بها، يعني فهو هذا الناسخ والمنسوخ، راح يشوف منها كثير كثير، يغير الأمور محمد على حسب الظروف اللي يمر بها. إذا نرجع نكمل فهنا يشرح لنا، يعني يقول لك ابن الأعرابي نسخ تبديل الشيء من الشيء وغيره، ونسخ الآية بالآية إزالة مثل حكمة، والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان. هسا ما أريد أطول بيها لأنه خلاص أنتوا افتهمتوا شنو النسخ وشنو المنسوخ، يعني شنو الناسخ وشنو المنسوخ. هنا الشارح عنها بصورة مفصلة أكثر، لكن ما أريد أدوخ نفسي بهذا الشيء. المهم نجي على أنواع النسخ. يقول لك أئمة الإسلام الناسخ والمنسوخ قسموها إلى 3 أقسام. يقول لك المنسوخ تأليف هبة الله بن سلام البغدادي المتوفي 410 هجرية، وتاريخ القرآن لإبراهيم الأبياري صفحة 168، وكتب التفسير المختلفة، إذ يقولون إن هناك 3 أنواع للناسخ والمنسوخ، بعد أن نذكرها سوف نشرح معانيها. ما نسخ حرفه وبقي حكمه، ما نسخ حكمه وبقي حرفه، ما نسخ حكمه ونسخ حرفه. هنا يعني أنا أقدر أختصر لكم إياه، حرفه كتابته، يعني
الحكم معروف شنو. يعني مثلا هسه حنتطرق اللي يذكرها القرآن، يعني في أشياء في آيات مثلا ما يعملون به، ما موجود بالقرآن، النسخ شالوه من القرآن لكن الحكم ما له باقي، مثل الزاني والزانية، الشيخ والشيخة فارجموها ما البتة، يعني هذه آية كانت موجودة بالقرآن، أو آية الرضاعة اللي كانت موجودة بالقرآن شالوها لكن حكمها موجود، يعني ما موجودة بالقرآن لكن الحكم يطبق. طبعا هو كله جاي من النسيان، بس هم براحة الشيوخ سووا أجزاء. الأخ الثاني يقول ما نسخ حكمه وبقي حرفه، يعني الحكم الحكم ما له راح، الحكم الآية راحت لكنها هي موجودة بالقرآن، كمثل اللي مثلا المرأة اللي كانت تخون زوجها كانوا يخلوها بالبيت ما يخليها زوجها تطلع إلى أن تتوفى، وبعدين نسخت بالآية اللي تقول الزاني والزانية فارجموهما فاجلدوا منه كل منهما 100 جلدة. هذه اثنين الموجودات الآيات، الآية اللي تقول المرأة تبقى، ما أعرف راح مكتوبة هنا لو لا، بس أنا أتذكرها من زمان، إنه المرأة اللي تخون زوجها تبقى بالبيت إلى أن تتوفى. هذه مثلا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو نسخ حكمه ونسخ حرفه، يعني هم انشال الحكم هم انشال من القرآن أصلا، لا موجود بالقرآن ولا موجود حكمه. يعني فهاي الثلاث أنواع يقول لك. أمثل على ذلك، الواقع أن القرآن به أمثلة كثيرة على ذلك، ولكني لضيق الوقت أكتفي بمثلين فقط، هما آية الرجم الزاني والزانية وآية الرضاع الكبير. هنا يقول يعني هذه الحكم الأولاني، النسخ الأولاني ما نسخ حرفه وبقي حكمه، يعني على أساس أنه ما موجود بالقرآن لكن حكمه موجود. يعني يقول السور التي جاءت فيها منسوخات في القرآن، يعني السور اللي نسخت في القرآن، يقول لك الواقع أن جمهرة من علماء الإسلام قسم السور التي شملها الناسخ والمنسوخ إلى الأقسام التالية. السور التي فيها الناسخ وليس فيها منسوخ 6 سور: فتح، تغابن، حشر، منافقون، الطلاق، الأعلى. عندك السور التي فيها ناسخ ومنسوخ 25 سورة: البقرة، مائدة، العمران، أنفال، يعني المهم ما أقول كلها 25 سورة، يعني مهم أذكرهم كلهم، يعني في 25 سورة فيها ناسخ ومنسوخ، يعني فيها السورة موجود فيها الآية الناسخة للآية اللي كانت موجودة واللي نسخها الآية. راح نجيب أمثلة كثير راح تشوفوها. يقول لك إن السور التي فيها منسوخ وليس فيها ناسخ 40 سورة، كمان فيها منسوخ، الناسخ ما تلقي بالسور: أنعام، أعراف، هود، رعد، حجر، النحل، إسراء، وهكذا. بعدين يقول لك جاب جدول للآيات المنسوخة والناسخة. يقول لك الآيات القائلون بالنسخ، القائلون بعدم النسخ. أنا بس أذكر لكم اللي قالوا بالنسخ واللي قالوا بالنسخ فقط أول آية حتى تعرفون الأشخاص اللي كانوا يقولون هذا منسوخ وهذا ما منسوخ. بعضهم يقول منسوخ، اللي قالوا منسوخ مكي ابن أبي طالب، ابن الجوزي، السيوطي، الدهلوي، الزرقاني، مصطفى زيد النحاس، والآخرين، يعني هذول يعني عدة أشخاص جبت لكم إياها، وكل سورة كاتب منو الشخص اللي قال منسوخ ومنو قال ما منسوخ، مو مهم إن نعرف كل الأشخاص. فأجيب لكم هسه الآيات المنسوخة مثلا، الآية اللي تقول حتى لا يقولون يجون الشيوخ يقعدون يقول لك لا الإسلام الآية تقول فاعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بأمره، هم ما يعرفون أو يعرفون ويصهينون مثل ما يقول، أو يعني يحاول يضحك على الناس
اذا يخاطب الناس اللي باوروبا يقول له شوف ايات عندنا، يقول لك فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامري، يعني العفو والصفح موجود بالاسلام. لكن هو يدري، الشيخ اللي يقول هذا الكلام يدري انه هذه الايه منسوخه، لما يتكلم مع الناس المسلمين يقول لهم هاي الايه منسوخه. مثل مدير الازهر شو اسمه شيخ الازهر طيب راح الألمانيا صار يقول لهم لا ما في عندنا حكم المرتد وما اعرف شنو، لما يجي هنا يضطر يقول الحقيقه، هناك يحاول يجمل شو اسمه. مثال مثلا اقول لكم آية ضرب المرأة، دورت عليها بلغات مختلفة، أربع خمس لغات دورت عليها، غير موجودة إطلاقا، ترجمتها ما موجودة، طافرية تاركية يعني، يعني ناطين عنها، يعني مو يحكي الآية يقول يعني تضرب المرأة إذا ما شو اسمه واضربوهن عظوهن بعدين اضربوهن، هو مترجم لحد وعظوهن وبعدين رايح على الآية اللي بعدها، يعني فاضربوهن ما مترجمها، ما موجودة أصلا. واللي بده يتأكد من كلامي يروح بالإنجليزي بالفرنسي بالألماني، يروح على ترجمة القرآن يلاقي أنه كلمة ضرب ما موجودة نهائيا، أو قطع الرؤوس وقطع الأيادي والأرجل كمان ما موجودة. يعني ليش؟ يقول لك يعني يكسبون الناس بالغش والخداع، ولكن داخل دولهم يطبقوها، والسعودية جاء تقطع الرؤوس ويجلدون بإيران، يجلدون يعملون بلاوي، يعني اللي يغلط غلطة، لكن بالخارج يشوفون نفسهم أشرف الشرفاء. فهاي الآية اللي تقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، طبعا الآية الناسخة 90% من الآية الناسخة هي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هاي التوبة سورة التوبة الآية رقم 5، الآية رقم 5 من سورة التوبة تقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هاي موجودة قبلها آيات اللي يتكلم بها الأشهر الحرم وما أعرف إيش، وبعدين فإذا انتهى الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهي تكمل الآية. المهم هاي الآية بالخصوص كم كلمة، قتل المشركين حيث وجدتموهم، ما في عفو صفح خلاص. لما يقول لك يتمسكن لحد ما يتمكن، لما كان ضعيف محمد كان يدعو للكلام اللطيف والجميل ما اعرف ايش، بس لما صارت القوه بايده صار ما يرحم اي انسان. فنلقي من هذا الامثال كثيره، يعني مثلا ايه اخرى يقول لك هاي مو شرط يكون إلى علاقة بالقتل، مو كل الآيات إلى علاقة بالقتل بس أكثرها، يعني يقول لك فأينما تولوا فثم وجه الله. قبل كانوا يتوجهون وين ما يتوجهون وتمام، يعني فقبل كانوا هم من المسجد الأقصى يوجهون نفسهم لما يصلون، فجتي الآية طبعا هاي بالبقرة 115، البقرة 144 تنسخها تقول الآية الناسخة تقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني هاي فإنما تولوا فثم وجه الله ما له أي قيمة، يعني ما له أي قيمة كأنه ولا كان موجود، يعني خلص الله غير رأيه، يعني حاجة أبو غير رأيه، يعني هذا يشوفنا أنه لما كان ضعيف يحاول يتملق لبقية الأديان، يقول لك صلي شطر المسجد الأقصى أو وين ما تريد، بعدين لما صارت القوة بإيده قال لك لا لازم تصلي للمسجد الحرام يعني اللي بمكة. مثلا آية أخرى يقول لك طبعا جان أنت تقدر بأي فرصة تقاطعني إذا موجود سؤال أو اتصال أو أي شيء، أوكي؟ مثلا بالحكم تفضل اكمل، ولكن بس بدي في اخونا احمد بحيري عم بيقول مساء الخير جان وابو الحكم، عندما اسمع كلمه ناسخ والمنسوخه تذكر ستالين، رب محمد طاغيه وستالين طاغيه، رب محمد يتراجع عن رايه اما ستالين لم يفعلها لقد غلب الله.
كلام مضبوط يعني. ستالين كان أشد من الله يعني. بس هو يعني أنت تلاحظ الآيات يا جان وإخوتنا المشاهدات والمشاهدين، طبعا يعذروني المشاهدات والمشاهدين أنه ما أقدر أتابعهم بالتكست باليوتيوب، بس أسلم عليهم فردا فردا، آنسة وسيدة و جميع الشباب والكبار، الجميع اللي داخلين أحييهم طبعا، وإذا داخلين إخوتنا على التكست براندي أو نسرين أو أخونا ذاب بلاك مستر بلاك، فيعني أحييهم منا يعني. فالمهم أنا مستر بلاك أنسى اسمه لأن أعرف اسمه الحقيقي. على كل حال أبو الحكم أخنا نسرين معنا، مستر بلاك معنا، أظن براندي ما بعرف إذا كان معنا. على كل حال طبعا الأصدقاء كلهم في تواصل وراح يبعثنا كل الأسئلة. مستر بلاك حبيبنا ونسرين كمان طبعا، وأي نسرين عم تقول لك نور أبو الحكم إذا ما بعرف شفت. على كل حال اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء. تفضل ابو الحكم. شكرا شكرا عزيزتي نسرين. طيب خلينا ناخذ اتصال من اخونا جان. حابب يتصل جان، تفضل. تحياتي حبيبي جان لك ولحبيبنا واخوي الكبير ابو الحكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا جان، تفضل. لكل الاصدقاء والصديقات في الشات طبعاً. هذا الموضوع كثير يعني أخطى ما بيكون في الأيديولوجية الإسلامية. هذا الموضوع الناسخ والمنسوخ، يعني الله طفل صغير لساته ما بيعرف يميز بين الصواب والخطأ، يعني مرة بيقول هيك مثلا، بيقول حرم عليكم الخمر وبس، لازم محمد يتزوج ابن زوجة ابنه بالتبني مشان يصير تحريم. يعني ليش إذا ما كان هدفه أو عنده مرض نفسي كان يقدر يحرم التبني بدون ما أنه يتزوج زوجة ابنه؟ يعني هذا اولا. ثانيا الله ما بيعرف كل شيء، يعني انتم بتقولون انه الله بيعرف كل شيء وما في الغيب، حتى الغيب بيعرف. طيب ليش حتى فقط عندما يحتاج محمد لشيء ما لمساله ما الله ياتي جبريل ويتحدث، ليش قبلها ما بيجي؟ بيعرف كل شيء يعني من هلا كاتب بين في جبينك انه من يوم ولادتك الى مماتك شو راح تصير. ليش ما كان بيعرف انه هذا الاشياء راح يصير ولازم هيك يصير مثل ما ذكر اخونا ابو الحكم؟ يعني ليش حتى يصير ناسخ منسوخ؟ ليش حتى لما بيكون ضعيف بيكون لطيف ومسكين، لما بيصير قوي بيصير عنده ديكتاتورية وجبروت؟ شو هالإزدواجية الموجودة حتى الآن؟ هذه الإزدواجية مغروسة في نفوس المسلمين اللي بيطبق الإسلام بحذافيره. المسلمين اللي فقط على الهوية ما يهتموا لهذه الأشياء، لكن المسلمين اللي بيطبقون الشرائع وكلها على نفسهم يطبقون كل شيء. داعش يعني أجمل مثال على بشاعة وجرائم الإسلام والأيديولوجية الموجودة اللي كانت تطبقها محمد يطبقها داعش الآن. فكيف يعني أنت الآن تجي تدافع عن هذا الأيديولوجية؟ يعني احنا نعرف أنه مثلا أيديولوجية حزب البعث، يعني عرفنا أنه هذا أيديولوجيا ساقطة خلال فترة معينة من الزمن 30 سنة وصارت مكشوفة على الجميع. يعني صار 1400
فاشلة ساقطة تخلف وكل أشياء السلبية والأمراض النفسية موجودة في هذه الأيديولوجيا. فيكو فيكو ويك أب ويك أب. المشكلة المشكلة خلينا نفيق الملحدين أول شيء يا أخوي جانو. المشكلة الملحدين صاروا يطالبوننا لماذا تهاجمون الإسلام؟ يعني بصراحة أجتني رسالة من شوي. قال لك شغلة، يعني أجتني رسالة من شوي من صديق ملحد عم يقول أنت لماذا تهاجم الإسلام فقط؟ يعني هذا السؤال كان بصراحة يتردد كتير علينا من المسلمين، أنتم لماذا تهاجمون الإسلام فقط؟ هلا صار الملحدين يعطونا هالمواعظ هاي، والملحدين ذات نفسهم جايين عم بيسألونا لماذا تهاجمون الإسلام. الشخص اللي سأل هذا السؤال بصراحة جانو ليس واحد، مو واحد فقط، أنا لا أتحدث عن شخص واحد. يعني الأخ إبراهيم من شوي بعت لي رسالة وأنا أتمنى يكون عم بسمعنا، أنا بعت له الرابط، أنا راح أحكي يلا بهالموضوع هذا. مو شخص واحد، أكثر من خلال امبارحة واليوم يجدني أكثر من 6 رسائل تقول أنت كملحد ليش لا تهاجم كل الأديان، أنت ليش بس بتهاجم الإسلام؟ يعني هذا السؤال كان جيد، يعني كثير المسلمين يطرحوا علينا، هلا صار دور الملحدين عم يطرحوا علينا، شو القصة ما عم بعرف صراحة. يعني تفضل جانب حبيبي، هذول مش ملاحدة صدقني، ولا بيعرفهم شو السبب في إلحادهم. يعني حتى إذا بيكونوا ملحدين ما عندهم نظرة مستقبلية، نظرة عقلية، نظرة إنسانية. يعني أنا ليش بعادي كل الأديان؟ بالنسبة لي كل الأديان نفس يعني الزبالة، بس نوعيتها تختلف. الإسلام معفن وريحتها بيقتل الناس، فمشان هيك أنا بهاجم الإسلام لأن خلفيتي كانت إسلامية. والبقية نفس الشيء، زبالة بس ريحتهم أخف من ريحة الإسلام. أشكرك. تفضل جانو. المشكلة في هيك الناس، يعني لازم يكونوا أكثر عقلانية وبيعرفوا شو عم بيحكوا. يعني ليش إحنا مهاجمتنا إحنا لكل الأديان؟ ما عندي أنا بالنسبة لي الأديان عبارة عن أيديولوجيا لسيطرة العقول على الناس. يعني امشي مع القطيع هم المستفادين. يعني ليش أنت بحياتك شفت واحد شيخ العريفي؟ أنا إذا بدي أدخل الجنة أترك المجال، إذا متأكد إنه الجنة موجودة يعني راح أترك لك المجال إنه ما أسبقك إنه أفجر حالي، راح أسبقك. فليش الشيوخ جالسين وبيرسلوا أبنائهم لجامعات أوروبية وأمريكية وأولاد الفقراء البسطاء يفجرون حالهم؟ اسألوا نفسكم. طب أشكرك أخوي جانو، وخليك معنا، أكيد راح تكون معنا أكيد. أشكرك جانو، جزيل الشكر حبيبي. تفضل يا أبو الحكم، تفضل. بس الميوت لا تنسى، الميوت أبو الحكم. طبعاً أسلم على أخي الصغير، أنا أسميه أخي الصغير كاك جانو، ويعني والله زمان أقول له، من زمان متصل، فهو شرح لي ظروفه، شغله وما شغله، وما عنده مجال مثل قبل، بس احنا دائما نحب نسمع صوته. يعني طبعا الكلام اللي قاله كله كلام منطقي كاك جانو، واحنا همينا قلنا انه اولا انه الاله ما يصير يتصرف تصرفات مختلفة، يعني يفرض عليك شيء وبعدين يجي غير رأيه في يوم أو شهر أو سنة. وكذلك أنه اللي حكيناه على الملحدين مثل ما قال أخويا جانو، أعتقد ذولا مو ملحدين حقيقيين، أو عندهم أجندات خاصة، وما أقول مؤامرة أو شيء كلام فارغ، لكن هم عندهم أهداف أخرى
لأنه مستحيل واحد يترك الإسلام ويلزق لي بأديان أخرى. يعني ليش؟ شنو معناته؟ يعني أنت تيجي على الواحد حارقك أنت تروح على الجيران؟ يعني أنت واحد مباشرة جاي عليك ومؤذيك تروح أنت أول شيء تبلش بالجيران لو تيجي تأخذ حقك من اللي أذاك؟ طبيعي. إحنا الدين الإسلامي هو الدين الخطر يعني حاليا. وإحنا أصلا يعني لو أنا مسيحي بس أبقى أحكي على الإسلام ممكن واحد يوجه لي في الكلام، لكن هذا ديني كنت فيه وانتقده لأنه أنا كنت فيه وتعمقت فيه واكتشفت أغلاط كثيرة. مو بس الأغلاط، يعني المشكلة الإرهاب اللي موجود فيه. يعني لا يقولوا لي هل أحزاب كلها ما فهمت الدين؟ يعني معقولة ولا واحد فيهم فهم الدين؟ الأزهر لحد الآن يدرس التلاميذ أنه تارك الصلاة حق تقتله وتاكل لحمة. وهذا محمد متولي الشعراوي الإنسان المتزن المعتدل على أساس نفس الكلام بفيديو قاله. يعني شلون تريدون نهمل الإسلام؟ يعني الإسلام هو سبب المشاكل والبلاء. إحنا نقول بوضوح كل الأديان خرافة، سواء الإبراهيمية وغير الإبراهيمية كلها خرافة، لأنه المشاكل اللي عندنا بالبشرية كلها من وراء الأديان. لو مو الأديان البشرية كلها راح تكون على الأقل إذا ما يحبوا بعض ما يكونوا أعداء، يكونوا يعاملوهم عادي. يعني فال يعني أحي بارحة سمعت الأخ إسلام البحيري حكى ويا عمرو أديب كلام فعلا عجبني. يعني فعلا أساس الداء هو الأزهر. الأزهر هو اللي جاي يخرج الناس. الأكثر اللي سوى تفجيرات تعلموا بالأزهر، تعلموا الأشياء. في مذيع طلع وطلع بالضبط قال لك هاي موجودة بالقرآن، موجودة بالحديث، يقول لك هيش تسوي تارك الصلاة، هكذا تعامل المرأة، هكذا تعامل العدو، جهاد الطلب. يعلموهم جهاد الطلب. جهاد الطلب يعني أنت تركض للعدو بدارة مثل إسبانيا بالحكم. رح نرجع للموضوع هذا، رح نرجع لموضوع المسألة المسيحية، بس خلينا نكمل بالناسخ والمنسوخ، لأنه بصراحة في كلام كبير. واحد بعث لي الصديق إبراهيم هذا، وكلام كبير وعيب يطلع من واحد ما بعرف. يعني أنا يعني على كل حال تفضل أبو الحكم كمل بالناسخ والمنسوخ حتى نرجع لنشوف أصدقائنا الملحدين شو القصة معهم. يعني أوكي. يعني أنا صراحة أقول لك عندهم أجندة خاصة. اللي يترك الإسلام ويلجأ لي إلى أديان أخرى وما يتقرب من الإسلام فهذا شيء غريب لي صراحة، ما أقدر أفهمه. يعني المهم نوصل إلى الآيات المنسوخة. يقول مثلا نجيب بعدها في آية المنسوخة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية. هاي البقرة 108. الآية اللي نسختها للرجال نصيب مما ترك الوالدان. يعني هاي الآية نسخة اللي قبلها. يعني يقول قبل كان يمشون على الوصية، فجت الآية قالت لا، يعني نصيب الأولاد لازم تعطيه. الصور في نسبة للأولاد هاي بالنساء 7، يعني بنات أو رجال، وبعدين البقية يقدر يوصي به. يعني صار ميكس توصية ووصية وشيء مخصوب عليه. يعني فنجعل مثلا الآية منسوخة أخرى يقول لك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني هنا تكملة الآية تقول إنه كل الشهر ما تتقرب من زوجتك، هذا بالبقرة 103. فإجت الآية اللي نسختها يعني مرة هو أنا أقول لك سبب الآية هاي أصلا نزلت من وراء عمر. يعني عمر بلاوي آيات من وراء نزلت بس يطيب خاطرة كان محمد. قال لي: يا رسول الله أنا جت
قربت من زوجتي ما قدرت اتحمل شهر كامل، نمت ويا زوجتي. قال لا احل لكم ليله الصيام الرفث ولا نسائكم، يعني تقدر ورا ما تفطر تنام ويا زوجتك. فقبل كان ما مسموح له بالشهر كامل. تشوف الاسباب عديده يجي للنسخ. في كثير ايات نسخت لانه عمر طلب هذا الشيء. وهاي اللي ذكرتها احل لكم ليله الصيام البقره 187. نجي على ايات اخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هاي البقرة 184. الآية الناسخة يقول لك يعني فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما أعتقد كانوا قبل كانوا يفدون بطعام المسكين، فالآية اللي نسختها يقول لك لازم تصوم الشهر كله، يعني ما في تفدي بمكان الصيام تعطي فلوس للفقراء، ما في، لازم تعوض أسباب تركك للصيام. مثلا عندك الآية المنسوخة الأخرى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلون حتى يقاتلوكم فيه، آية البقرة 190. أنا ما راح أذكر بعد السور لأنه اللي يدور عليه هو يلقي. يعني الآية الناسخة وقاتلوهم حتى لا تكون فيه، يعني هاي كان يقول بالمسجد الحرام ما تقاتلهم، لما سيطر محمد قال لك قاتلهم حتى بالمسجد الحرام، يعني حتى لا تكون فتنة. عندك آية أخرى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. بعدين الآية اللي نسختها أكثر الآيات اللي نسختها الآيات الموادعة، فهي فقتوا المشركين حيث وجدتموهم، أركز عليها بالتوبة الآية 5 من سورة التوبة. قلنا أكو إلى قبلها كلام وبعدها كلام، يجي عن الأشهر الحرم وما أعرف إيش، وبعدين يقول لك يعني بعد اقتلوهم، يعني حتى بالشهر الحرام قال قتال فيه وصد عن سبيل الله، يعني حتى الأشهر الحرم صار يقتل الناس. قبل كان حرام بكل الشرائع، يعني إنه بالأشهر الحرم كان يحترمون الشيء القريش، لكن محمد حتى هذا الشهر. يعني عندك آية أخرى يقول لك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. إجا نسخة ولا أنا كل الأسباب النسخ ما أعرفها بس بعضها أعرفها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. يعني قبل كان يعني الرجل يمكن يترك وصية لتزوج واحد ثاني، ما كان في الأربعة أشهر تنتظر إلى أن تشوف نفس حامل ولا لا، فجت هاي الآية نسختها. آية أخرى وإن تدوا ما في أنفسكم أو تفوا يحاسبكم به الله. بعدين جت آية نسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آية أخرى اتقوا الله حق تقاته، يقول لك فاتقوا الله ما استطعتم. يعني هنا قلنا هاي اللي شرحت لكم اياه، انه المرأة اللي تزني انه الاثنين موجودين، يعني حرفه بقى ومنسوخ، وحرف الناسخ موجود والمنسوخ موجود به. واللائي يأتين الفاحشة تكملة الآية يقول ان الله تواب رحيمة، هي هاي اللي تسوي الزنا كان يخلوها بالبيت إلى أن تتوفى. فنسخت الآية اللي تقول الزاني والزانية والزاني فجلوا كل واحد منهما 100 جلدة. عدة آية أخرى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، اللي نسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فأني راح أركز على الآيات المهمة اللي تهمنا. مثلا هاي يقول يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأنا دائما أتذكر هل رأى الحب سكارى لما أقرأ هاي الآية. فقبل كانوا يصلون هم سكرانين، فعمر لح على محمد على هالشغلة، قال له شنو هاي يسكرون ما أعرف شنو. فجت آية قال لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
وكانت بداية الأيام مذكرة بالكامل. عندك بعد هنا هذا المهم، فأعرض عنهم ووعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني يقول لك الناس اللي عندوك يسوي لك مشاكل يغلطون بك، بس وخر من يمهم أو انطيهم يعني وعظهم أن الدين اللي انت به. الآية اللي نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، شوفون فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم تنسخ جميع آيات الموادعة. في آية أخرى فأعرض عنهم وتوكل على الله، همينا فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. في آية أخرى تقول إلا الذين يصلون إلى قوم إلى قولي سلطان مبين، همينا فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. هاي مو من عندي، هاي من الشيوخ يقول لك الآيات الناسخة. وآية أخرى يقول وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني جماعة عندكم عهد مسوي عهد وياهم، فحلك من هاي الوعد. هذا الآية تقول فقتوا المشركين حيث وجدتم، حتى لو عندك أنت وعد ويا أحد ما دام هو مشرك تقاتله خلاص، بعد ينسخ. مثل شلون صدام حسين لما أول ما إجا الحكم جاب الاتفاقية مع اللي سووه ويا إيران، جابه وشققه قدام الناس قال لك ما لقيني. فهذا منا أنت إذا مسوي عهد وياهم وإنه ميثاق ما تعتدي عليهم خلاص، الله قال لك فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، بعد هاي العهد وميثاق ما له قيمة، من الآية مو من عندي وكلام الشيوخ. أريد أختصرها، فإن جاءوك فاحكم بينهم وإن أحكم بينهم بما أنزل الله، يعني قبل كان محمد مع أساس يحكم، بعدين قال الله شي يقول لك هو أحكم بي. طبعا احنا نعرف انه كثير من الآيات يقول الله ورسوله ما قضى الله ورسوله وما قاله الله ورسوله، دائما هذا يعتبر الشرك، يعني محمد شريك لهذا الإله في كل شيء، يعني لما يقول الله ورسوله كأنه يعني أصدقائهم ما وحكم مع بعض واتفقوا على شيء معين، يعني فما يصير يقول قضى الله ورسوله. كثير آيات يجيب اسم الله ورسوله، ليش رسوله أنا مش عارف، يعني هو على أساس الأحكام كلها من الله، ليش يجي اسم الرسول ما أدري. معناته إذا رسول شراكة حقيقية، يعني شراكة حقيقية ما قضى، يعني فعل أمر، لما الله يأمر فمحمد يأمر به كمان، يعني محمد يأمر بنفس الطريقة، يعني هي قضى الله ورسول فمحمد كمان يقضي مع الله. هذا يعتبر شرك. طبعا هو شريك، هو شريك شريك لله، هو شريك يعني تشرك شخص آخر معه، فهذا يعتبر شريك مع الله محمد في وضع الآيات. يعني يقول لك الشرك تقتله والمشرك وما يدخل جهنم ويسكن في قعر جهنم وما أعرف إيش، ومحمد شريك الله، يعني من الآية يعني واضحة. فآية أخرى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني إذا شفت أحد يقلد عليك ينصب عليك يعني يضحك عليك فأعرض عنهم، من روح من يهم لأنه ضعيف كان. فالآية اللي نسختها فاقتلوا المشركين وأعرض عن المشركين، نسختها آية فاقتلوا المشركين. الآيات المهمة أنا أريد أقولها، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، هاي قبل كان على أساس يتوزع يعني شيء اللي تأخذه من الغنائم، يعني فكان على أساس يتوزع لله. بعدين الآية اللي نسختها واعلموا إنما غنمتم شيء فإن لله ورسوله، يعني التكملة ما كاتبة إنه محمد يأخذ الخمس لله ورسوله، حتى هاي قلنا بيها نكتة إنه الخمس شلون ينطي الله يذبه فوق، يقول له إذا رأى الله أخذه ما أخذه ترجع لي
وهذا لله ورسوله. يعني انا مش عارف الله كيف ياخذ الخمس من الغنائم، يعني يعني كلام مضحك. يعني الله ورسوله الخمس الغنائم، مثل ما قلنا يدب حصة الله محمد يدب فوق، يقول له الله اذا اخذتها لا لك، اذا ما اخذتها رجعتي خلاص هي لي. يعني قبل كان ما ياخذ من الغنائم، صار ياخذ خمس الغنائم. يعني عصابه ياخذ الخمس، كيف صدام كان ياخذ ما اعرف 10% 20% من حصه النفط هو واولاده، فهذا منا ياخذ الغنائم خمسه له. يعني انا مش فاهم ليش خمسه، يعني كانوا رئيس عصابه يهجمون على المنطقه ويوزعون، اول شيء يعطون خمس مال محمد. يعني مثلا اذا نقول اخذوا 50 راس غنم مثلا، فالخمس راح يصير المحمد، يعني الخمسين أعتقد عشرة من عنده المحمد، والأربعة أخماس يتوزع على بقية الشسمان، يعني 40 على كل المسلمين هو لحاله يأخذ 10. يعني شوف هو والله لا تنسى 20% من الغنائم لله ورسوله. على كل حال اظن لا خمس 20%، الخمس هو 20%. اي طبعا اذا قيس ايش قياس طبعا 20 اذا بالمئة 20. اظن خلصت بالحكم الطرح. لا في ايات مهمه بدي اقولها. طب ما هي ما تطول جان. في ايه عندك وين جنح لسين فجنح لها وكمان فقتل المشركين. في هاي الآية اللي حكيت عنها، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني شنو العشر، يعني العشرين مقابل، يعني 10 مقابل 100، 20 مقابل 200. فالآية اللي نسختها يقول الآن خفف الله عنكم وعرف إن فيكم ضعفا. يعني هو مكملة بس أنا أتذكرها. يعني هنا كأنه الإله ما كان يدري إنه ما يقدرون يقتلون العشرين، ما يقدر يقتل 200. فشكوا إلى محمد قال له ما نقدر صعب علينا. فجت آية قال الله هس الآن عرف إنه أنتم ضعفاء مخ ويا، فسمح لكم بكل واحد مقابل 2، يعني 20 مقابل 40. يعني المهم انفروا خفافا وثقالا، الآية ناسخة وما كان لمؤمنين لينفروا كافة. يعني قبل كان اللي يقدر يروح يحارب كان يسمحوا له، يعني في استثناءات كانت، ولكن آية نسختها قالت الكل يروحون يحاربون. فاصبح الصبح الجميل صارت وعرض عن فقت المشركين، وعرض عن المشركين صارت فقط المشركين، وجادلهم بالتي أحسن فقط المشركين. المهم في آيات كثيرة لكن أنا ما راح أقولها كلها، فقط كلام النهائي يقول لك الآيات اللي متفقين عليها أنه ناسخة ومنسوخة. إنه آيتين، يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هاي اللي ذكرتها أني، إنه اللي كانوا عايزين يتكلموا مع الرسول الآية تقول لازم تعطي فلوس، يعني فجت بعدين الآية يعني قالت إنه ما تقدمون صدقة. المهم هي يعني الشغلة طويلة، بس أني يعني ما اريد اضيع الحلقه على هالشيء، بس احنا تكلمنا بصوره مختصره عن الايات الناسخه والمنسوخه، والمسلم احث المسلم انه يفكر انه كيف هذا الاله ممكن يغير رايه بساعات او ايام او اشهر وطبر. يعني ما يصير الاله يغير رايه، حتى بالمسيحيه عندهم يقول لك الانجيل مكمل للتوراه، هو مو مكمل، هو اصلا نقض بالكامل. يعني فهذا مثال اخر، يعني تشوف الاديان كلها تجي والله يجي يغير رايه
ويسوي أديان مختلفة ويخليهم يأكلوا بعض ويقول لهم أنتم تدخلون الجنة. أنا عاوز أفهم كيف كلهم يدخلون الجنة يعني. فأتمنى من الإخوان المسلمين إخواننا المسلمين أنه ينظرون إلى هذا، يأخذوا مسألة جدية ويبحثوا كيف الله يغير رأيه بين يوم وليلة. تفضل جان، عندك ميوت. أشكرك أبو الحكم حبيبنا، أشكرك جزيل الشكر. طبعا بصراحة أنا يعني بقي تقريبا 25 دقيقة للبرنامج، وأنا حابب أطرح مسألة هي رسالة أخونا إبراهيم، شو رأيك أبو الحكم؟ أوكي براحتك تفضل. طيب أنا رح أقرأ الرسالة بس على ما تعمل شوي ميوت أبو الحكم عشان ما يطلع صدى صوت. فالسيد إبراهيم كاتب لي رسالة عم بيقول: أنا آسف يا صديقي، أو يؤسفني أن أقول لك أنك لست ملحد. يعني هو عم بيقول أنا لست ملحد، أنت تحارب دين واحد فقط الإسلام. لو حكيت على المسيح وعلى اليهود أنهم استخفوا بعقول البشر كما فعل الإسلام يا أخي كان حكيت عنك ملحد، لكن أعتقد أنك عم تقاضي تتقاضى أجر عن فعلك هذا. كتر خيرك يا سيد إبراهيم، كتر خيرك. أو ما عندك شيء عم تتسلى به بهالدين، يعني ما عندي شيء غير عم بتسلى بهالدين يا جان. الملحد يؤمن بولا دين، يعني حضرتك جاي تعطيني مواعظ كمان، كتر خيرك لنشوف. وبيتحدث عن كل الأديان وخرافاتها، أنا ماني شايف هالشي منك. يا السلام، على أساس أنا بدي صك تبرئة منك أنت حتى تقول لي والله أنا ملحد ولا غير ملحد، ماني شايف. وصراحة هذا اللي ما خلاني أتواصل معك، كتر خيرك. وما بدي هالتواصل على فكرة سيد إبراهيم، لأنه ما عندك شيء مادي حتى أكون معك. على سبيل المثال لو فتحنا نقاش مع الناس اللي بتفق بتفقه بالثقافة شوي، أول شيء راح يحكوا إنه ليش ما عم نجيب سيرة أي دين غير الإسلام، يعني مثل ما حكيت لك في. فأرجو التدقيق والنظر، يسعد مساك، كتر خيرك يا سيد إبراهيم. أول شيء يعني هلأ أنت صار كل واحد ملحد، صار لازم يجي لعندك وتعطيه انت بحضرتك بخط ايدك شهادة انه انت ملحد او لست ملحد، هاي اول شيء. بعدين ساويتنا كمان عملاء، يعني نتقاضى اجرا. يعني شو فرقت عن بينك بين المسلمين الارهابيين اللي عم بتهمونا على الرايحة والجاية انه نحن عم نتقاضى، شو فرق بينك وبينهم؟ بعدين تيجي بتقول لي يا سيد ابراهيم انه بس دقيقة واحدة، انه يعني الاسلام حكيت عن المسيح واليهود يعني استخفوا بعقول البشر، يعني انت تابعت كل حلقاتي وشفتني ما حكيت غير عن الاسلام يا سيد ابراهيم، ولا بس جاي هون حكي فاضي تحكي وتمشي تتهم غيرك؟ والله انا بدي اقول لك شغلة، أنا قلت له كتبت له أنا مسيحي وعدوي هو الإسلام صديقي، الإسلام وحده هو عدوي. فرجع شو كتب لي؟ عم بيقول لي أنا كتبت له أنا مسيحي أبا عن جد، حابب إذا حابب تصادقني أهلا وسهلا. شو كتب لي؟ شوفوا التناقض واللي ما بيعرف يحكي كلمتين على بعض جاي يسوي علي عنتريات. مو مشكلة دينك، أنا بحترم كل الأديان. يا السلام، هلا صرت تحترم كل الأديان؟ مو على أساس بدك إياني أتهجم على كل الأديان صرت تحترم كل الأديان؟ أنا لا أحترم كل الأديان، أنت تحترمها أنا لا أحترمها سيد إبراهيم. قال أنا بحترم كل الأديان والناس شو بتعتقد؟ حيرتني أنت برسالة واحدة. وأنا رح أطالع الرسالة أساوي له، يعني أنا بشان ما أطالع صورة الأخ بس بدي أطالع الرسالة وأساوي له شير بشان تعرفوا شو اللي عم بيجيني رسائل للأسف الشديد. وهي أنا مكبر بشان تكون واضحة، يعني هاي هي.
أنا آسف يا صديقي أو يؤسفني أقول لك أنك لست ملحد. الشهادة لازم نأخذها منك يا سيد إبراهيم الحمدو. وبعدين هون هي رسالة كاملة، قلت له هون أنا مسيحي وعدو، وهو الإسلام صديقي، الإسلام وحده هو عدوي. فصديقي أنت مسيحي فأنا ملحد، أوكي أنت ملحد. هون قلت له أنا مسيحي أبا عن جد، إذا حابب تصادقني أهلا وسهلا. هون كاتب لي مو مشكلة هو دينك، أنا بحترم كل الأديان والناس شو بتعتقد، لكن ما بعرف ما بعرفه عنك إنه أنك ملحد، مو هيك يا صديقي؟ هذا طبعا بحسب منشوراتك. طيب هلا جايين يعطيني مواعظ بقى يا صديقي الحاد، يعني عندك قضية. على سبيل المثال في تناقض بيقول الأنبياء إنه في عدل بالحياة، وكل الأنبياء قالوا الرب عادل، وأنا عندي دليل إنه ما في عدل، وهذا بيعني إنه لازم أنتقد كل الكل، وقضية مين الأولى ومين اللي مو أولى من وجهة نظري فهذا لا يعني الإلحاد، وشكرا لك. يا السلام، لا يعني الإلحاد. يعني اليوم يا سيد إبراهيم في ناس عم تتقتل، الشوارع مليانة جسس، هذا ما بيعني الإلحاد، هذا بيعني إنه تروح مثلا هذا المسيح اللي انقتل بالكنيسة تروح تفيقه وتقول له لدينك خرافة أنت، وتطبطب على أهلي تروح عند أهله وتقول له والله دينكم خرافة أنتو، هلا ما أنا فاضين للإسلام. عم بيندفع لي ما هيك؟ ولا عم بيندفع للي ما عم بيهاجم الإسلام وما عنده شجاعة يهاجم الإسلام مشان ما تتسكر حساباتهم وقنواتهم؟ بس عيب على الناس هي تحكي هالحكي هذا، وجايين كانوا المسلمين يعطونا هالمواعظ، ليش ما بتهاجموا دين غير الإسلام؟ هلا السادة الملحدين جاي يعطونا هالمواعظ، هي جاي يعطونا والله ليش ما بتهاجموا غير الإسلام؟ أرجع أعيد وأكرر مرة أخرى ومرة ثانية للملحدين هالمرة، للأسف الشديد وصلنا لهالمرحلة هي، إنه هالملحدين هالمرة صاروا يسألونا هالسؤال. نرجع نكرر، أولاً أنا ولدان في عائلة إسلامية، ما بعرف شيء غير عن الإسلام. اللي خرب لي بيتي هو الإسلام، اللي شرد لي أهلي هو الإسلام، اللي دمر لي وطني هو الإسلام. بدك إياني أعيف الإسلام وأروح أنتقد المسيحية؟ وأنا ما بعرف شيء عن المسيحية أصلاً حتى أنتقدها، كل ما أعرفه أنه خرافة، كل ما أعرفه من القرآن النجس هذا. بدك إياني أروح أنتقد المسيحية؟ وإذا ما انتقدت لك المسيحية ماني ملحد؟ وعلى أساس أنت عم تعطي سك البراءة للناس هذا ملحد وهذا غير ملحد؟ مين أنت أصلاً؟ مين أنت؟ ومين أنتوا كلكم اللي عم تسألوا هالسؤال هذا؟ وكل شخص بيجي بتفلسف على ربي إنه والله انت مالك ملحد لانه ما تنتقد المسيحيه ولا عم يدفعوا لك، وانت ليش خايف تنتقد الاسلام يا سيد؟ مشان ما يسكروا لك قناتك مثل ما صار معي؟ خليك شجاع وانتقد الاسلام. خايف ما يسكروا لك قناتك؟ يعني خايف عليها كثير على مشاهداتك تروح؟ ما انا راح لي 5-6 قنوات راحت، لازم نستسلم يعني للإرهاب؟ انتقد المسيحية من هون لبكرة، ما حدا وما في مسيحي بيجي بيساوي لك ريبورت على قناتك. وشايفين كثير ناس تنتقد مسيحية، وفي قنوات الحادية الأمريكية عندها 1000 حلقة وما حدا قرب على قناته نهائيا. تفضل ابو الحكم، تفضل. اسف. يعني انا بصراحه متفهمك جان، يعني انا اللي استغرب منه انه الملحدين يدخلون ببعض، هذا الشيء ضد مبدئي كليا. انا ما احب الملحدين يدخلوا ببعض ويطلعوا اغلاط بعض ويعضوا بعض،
يعني صراحة يعني ما أعرف ليش إيش تصرفات تصير، يعني صايرين كأنه جروبات، تشوف واحد تشوفه ينتقد اليهود والثاني ينتقد المسيحية والثاني ينتقد الشسمة، يعني ما يصير هيك جروبات نصير. وإحنا دائما أصلا هذا الكلام اللي مشهور بجان يقوله يسوع الدلوع، يسوع الدلوع، يسوع الدلوع، ويحكي مرات كلام وسخ عنه. بس احنا ما عندنا يعني علم، ما عندنا معلومات عن الدين المسيحي حتى نجي نحكي بالتفاصيل ونحكي ايش سووا. هاي احد الاسباب. الاسباب الاخرى قلناها مليون مره، افهمونا، المشاكل جايتنا من الاسلام، شو نريد نسوي؟ يعني لازم نوعي ناس، نوقف هالسلسلة القتل اللي صار. من قتل المسيحيين بارحة؟ من قتلهم؟ أبويا؟ مو المسلمين قتلهم؟ مو عندهم عامر من كتب مالهم؟ مستحيل يروح يفجر نفسه إذا ما يعتقد أنه راح يروح للسماء. تريدني أروح أهاجم المسيحي ولا ما يقتلوه كمان؟ مو أول مرة الملطش صايرين. المشكلة بالدين المسيحي ما يسمحوا لهم. المفروض مثلا اليوم الكنائس هي تفجرت امبارحة، تروح بقى عند اهل الضحايا تقول لهم والله دينكم خرافة يا جماعة، انتم مخرفين وماشيين، ويسوع الدلوع كان عم بتضحك عليكم وكان كل هالشيء هذا، ومعلش يعني مو مشكلة، نحن هلا ما لنا فاضيين لداعش، فاضينكم لكم، نحن ما لنا فاضيين لأهالينا وناسنا، والأغلبية الساحقة اللي بتكلموا بالعربية هم مسلمين، نحن في شوية جيوب مسيحية لازم نعين الخرافة شو هي. كل جيوب مسيحية موجودة بالعالم العربي، بقي كم نفر نفرين مثل ما تقول أخذنا العراقيين بالعراق بعد ما تهجروا كلهم، بقي نفر نفرين بعد ما قتلوهم كلهم، بسوريا نفس الشيء، وهلا في شوية مصريين، يعني لازم نروح عليهم ونقول لهم انتو دينكم خرافة، وانتو انتوا لا يعني لا تستحقوا العيش لانكم مؤمنين بهالخرافه هي يعني. ونترك اهالينا اللي مغيبين، اللي عم بيشربوا شخاف الجمل وعم بياكلوا لحوم بعضهم، نتركهم، لازم نتوجه للمسيحيه هالمره. يعني اعطيني عقلك، ومين انتوا حتى تعطوا شهادات لا والله هذا ملحد وانت الملحد وانت ما بعرف شو؟ مو عيب؟ مو عيب يعني يتصل فينا المرحلة بهالوقاحة هاي؟ تجوا تفصلوا على راحتكم، وهذا اللي بساوي لي حاله زعيم، وهذا بساوي لي حاله زعيم. أنا بدي أقول للكل، أنا عدو الإسلام ولن أنقض غير دين الإسلام. اللي عاجبه أهلا وسهلا، واللي ما عاجبه كمان أهلا وسهلا. عدوي أنا الإسلام، أنا طلعت عدوي الإسلام فقط. الإسلام هو من شرب الناس الإشخاخ، الإسلام هو اللي عم بيهددني بالقتل، الإسلام المسلمين هن من سكروا لي قنواتي، أكثر من 5 قنوات سكروا لي، هن اللي هاجمين دائما علي، ما في واحد مسيحي إجا هجم علي. وأنا ما بيهمني اليوم تقلب الشرق الأوسط يقلب مسيحية، رح أسكر هالقناة وأتفرغ لشعري، ماني فاضي أنا أوجع راسي بسبب خرافات، والله هذا مخرف ولا هذا مخرف. أنا ملحد، ولكن أنا همي يتوقف الإرهاب فقط، همي الوحيد هو أن يتوقف الإرهاب. اللي عاجبه أهلا وسهلا، واللي ما عاجبه انا ماني ضربه على ايده، عم بقول له تابعني ولا تعال عندي ولا وروح احكي علي، ما في مشكله، وحاربني انتم كمان، حاربوني بصف المسلمين هذول كمان، ما خلي يعني يا جبل ما يهزك ريح، بدكم تحاربوني كمان انتم كمان حاربوني، ما في اي مشكله عندي. يعني بكفي محاربه المسلمين الي، يعني اللي بيحارب المسلمين أظن ما بيهمه كم نفر الزيادة كمان فوقهم شوية ملحدين. يعني تفضل بحكم، أسف. لا لا لا، يعني هسه جاي أنت جاي تحكي، يعني فكرت يعني هسه هذا المسيحيين اللي قتلوهم، شوف إيش قد يعني هو ورا ما أنت قتلته وشي ساعملت
يطلعون بالتلفزيونات يقول لك انا مسامحه خلاص بكل بساطه، بينما دينك يحثك تروح تقتل اللي عمل فيك. حب الانتقام تربى جوانا احنا كنا المسلمين. اللي يقول لك تشوف الناس ياخذوا على المشنقه يقول لك ما عفي خلاص لازم يموت يعني، فهو ياخذوا من الدين يعني متشرب به من الدين ما يقدر يسوي غير شيء. ف وما عدا لاحقيننا بكل مكان، حياتنا بخطر، ممكن يضربونا ممكن يقتلونا، ما عدا التبليغات اللي يسووا يعني بكل مكان متربصين. ان تريدني اتركه واروح على غير شيء؟ ليش يعني ليش؟ هو اللي جاي مشان ما تسكر قناتك، مشان ما حدا يلحقك بحساباتك، ما تسكروا لك حساباتك على الفيسبوك على اليوتيوب ما حدا يلاحقك. فاسهل الشيء اللقمة الصائغة مثل ما بقولوا هنا المسيحيين، فارقد على المسيحية وهاجم المسيحية تكون انت فل وعنبر عند الشيوخ وعند الملحدين للأسف الشديد. يعني صار احنا مليون مرة قلنا جان قلنا الدين أديان كلها خرافة، لكن احنا حاطين بنظر الاعتبار انتوا تشوفون بنفسكم ايش جاي يصير بالدنيا، الكرة الأرضية كلها من أمريكا الجنوبية لحد هنا، أوروبا، أفريقيا، آسيا، أستراليا، بكل مكان، بس المسلمين هم يسوون المشاكل، هم يدعون الإرهاب، هم يدعون القتل. لا تقول لي داعش ليس من الإسلام، فلان شيء ليس من العدل، من الإسلام؟ من يمثل؟ أنا أقول لك شغلة، أنا قريت بصراحة من أخ من صديقة بالفيسبوك، ما أذكر الاسم أظن، المهم عم بيقول عن المسلمين، طبعا ليس كل إرهابي، ليس كل مسلم إرهابي، ولكن اللي بيحرض على الإرهاب مسلم، اللي بينتحر وبينفذ الإرهاب مسلم، اللي بيبرر مسلم، واللي بيقول لك الإسلام لا يمس الإرهاب لا يمس الإسلام مسلم. يعني خذ الشيوخ اللي عم بيحرضوا طبعا مسلمين، خذ المنتحرين وهالمقاتلين في سبيل الله تعالى طبعا مسلمين، ويجيك المسلم الكيوت بيصير بيبرر هالمسائل هاي، بعدين بيجيك المسلم المو فهمان طيزه من اجريه بيقول لك الارهاب لا يمثل الاسلام. ف شو بقي من المسلمين يعني ليسوا إرهابيين؟ أي مسلم في أي لحظة يتحول في فجأة إلى إرهابي، يعني يدعس الناس في الشوارع، وشفنا يعني هذا ممكن بس يكون عنده سيارة أو يروح يسرق سيارة كما حصل في ستوكهولم ويدعس الناس بالشارع، ما في مشكلة. واحد نيجيري ما بيعرف شيء أسلم راح سوالي جريمة عند البرلمان البريطاني، اللي فجروا امبارح الكنيستين هذول، يعني لازم مثل ما قلت يعني كمان مسلمين، يعني مثل ما قلت لازم نروح نشيل الجسة هاي اللي هامدة مقتولة الضحية، ولا والله ديانتك خرافة يا أيها المقتول. على أهله المكلوم يعني الأم والأب تقول له جوزك اللي مات على خرافة راح يروح إلى جهنم، وهذا اللي قتل هو اللي يدخل على الجنة، يعني شو هيك بدك تقول له يعني مثلا؟ لا بتقول له لا ما جان حبيت أقولها، بس احنا يا أبو الحكم انت كملحد لازم تروح تقول مثلا لأبوه لأهالي المقتول هذا، قل لهم والله أبوكم أو أخوكم أو ابنكم يعني ليش داخل الكنيسة، هو دخل وانقتل بشان خرافة، شفتوا؟ هيك لازم نكون معهم، هيك لازم حتى يرضوا حبايبنا الملحدين. لازم ننتقد المسيحية، المسيحية أهم شيء هالله. ولا عم بيقول لك أنتم مدفوع لكم، يعني ما بيكفي المسلمين هدول اللي صرعوا طيزنا الماسونية تدعمكم والماسونية تدعمكم، يجينا كمان ملحدين عم مدعومين. يا السلام عليكم، كتر خيركم والله. فحبيت بس أقول نقطة جان، هسه مثلا
الجهات اللي تسوي جرائم بوكو حرام، السلفيين، داعش، قاعدة، نصرة، المهم هالأشياء نقول غلطانين. زين ليش ما في ناس غلطانين بالمسيحية يسوون نفس اللي جاي يسوون المسلمين؟ حتى نقول عليهم غلطانين؟ ما في. ليش؟ لأنه دينهم ما يسمح لهم بهذا الشيء، ما يسمح له يفجر نفسه، ما يسمح له يروح يقتل. حتى إذا كان هذا ليش أهاجمه وليش أركض وراه؟ روح أعبد الحجر بس تضرب النبي. يا أبو الحكم اليوم حتى دينهم دين إجرام، لكن هل هالإجرام ينفذ؟ هل أنا في حدا مسيحي شايل مسدسه علي وجاي أنا خايف ومتخبي منه بدي يقتلني في أي لحظة، ولا خايف من المسلمين؟ أنا أنت أبو الحكم، أنت خايف من واحد مسيحي يجي يقتلك؟ خايف من واحد بوذي يجي يقتلك؟ صدق يا جان، أنا كان عندي أصدقاء مسيحيين سنين أعرفهم ولا مرة قالوا لي تعال صير مسيحي نهائياً، بس يحاولون يساعدوك، يعرضوا عليك مساعدة، كنا لاجئين احنا، يجوا المسيحيين من كل مكان يدخل التبشير، ولكن ما يقول لك تعال صير شو اسمه، يعرض عليك خدماته ولا يطلب منك اي شيء، نهائيا ما يطلب منك شيء، يقول لك تعال دائما انا اساعدك. هل في شخص بعت لك رسالة؟ انت بتطلع على اليوتيوب وانت بتحكي، هل في شخص بوذي هددك بالقتل؟ نهائيا لا بوذي ولا يهودي ولا مسيحي غير المسلم، ما في واحد اسمه يسوي. واشخاص في اشخاص بقناتهم ما ينتقدوا غير المسيحيه، خلي يقولوا لنا جاي يجيهم تهديدات، جاي يجيهم تبليغات، لا لانه لا تقولوا لنا ليش تحاربون الاسلام فقط، والسبب المصايب والمشاكل كلهم من الاسلام، ولا تقولوا لي باعين الاسلام غلط. هلا في قنوات أمريكية Atheist Experience، يعني نفس الجهر بالإلحاد تقريبا، يعني جماعة ما بيحكوا غير على أكثر شيء على المسيحية، ما بعرف إذا بيحكوا على الإسلام من هون ومن هون، ولكن صار أنا بعرف كذا سنة يعني وصلوا للألف حلقة تقريبا، وما حدا لا سكر لهم قناة ولا حدا عمل لهم شيء. أنا ما صار لي سنة ونص، خمس قنوات سكر، ثلاثة هن الجهر بالإلحاد والإلحاد العظيم اللي سويته وشبكة تنوير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي كلها سكروها. ليش؟ لأنه عم بهاجم الإسلام. في طبعا أصدقائنا عم بهاجموا المسيحية بقنوات سليمة، فالفكرة أنه عم بيقول لي الأخ إبراهيم أنه عم بندفع لك ولا ما بعرف شو ولا يدعموك ولا شيء، يعني أسخف من هيك أنا ما شفت. يعني ما كفانا المسلمين كانوا يدعوا، هلا جايينا ملحدين يدعوا على الادعاء هذا، مو عيب. وعلى اساس هو ابن مدينتي، يعني على اساس اللي خرب مدينتي المسيحيين خربوا مدينتي، اللي خرب بلدي المسيحيين، فمن واجبي اهاجم المسيحيه انا. أعرف أبو الحكم، أعرف. على كل حال ما بدي يعني ندخل كتير كلمة ورد غطاها مثل ما بقولوا. أنا لما طلعت ببرنامج الجهر بالإلحاد، طلعت حتى نجهر بإلحادنا، ونحن في العالم العربي كلنا الأغلبية الساحقة من خلفية إسلامية، الأغلبية الساحقة، حكي فاضي أنا ما راح أسمع له. أنا اللي عم بيهددني هو الدين الإسلامي، اللي عم يشتمني المسلمين، واللي رافعين علي 50,000 سيف من المسلمين. المسيحية، إذا في حدا عندكم مسيحي، وأنا استقبلت مسيحيين وانتقدنا المسيحية، وماني مستني حدا منكم يجي يعطيني دروس، ماني مستني حدا ابدا يجي يعطيني دروس. انا انتقدت المسيحيه وراح انتقدها في المستقبل، وماني مستني اشعار منك يا سيد ابراهيم ولا غيرك انت تعطيني الصك انه انا ملحد ولا غير ملحد، ما بتهمني انت ولا شخصيتك ولا غيرك. يعني اصلا انا لما طلعت ما سالتك انه طالع،
ولما بحكي ما بسألك إنه بدي أحكي، وإذا ما عجبك إلغي صداقتك، أنا ما بتهمني، أنا بيهمني أنا شو بدي، أنا شو عم بحكي، هذا اللي بيهمني، بس بيهمني أنا شو بدي، أنا ما بيهمني شو بدك أنت. وهذا آخر كلام، ما رح لا أزيد ولا أعيد، أنا شو بدي، وأنا بدي أحكي اللي براسي وبس. أنا طلعت وسويت هالمنبر مشان أحكي اللي أنا بدي إياه، مو اللي أنت بدك إياه. أبو الحكم تفضل حبيبي، آسف إذا كان شوي طريقتي. لا ما بيأسف، يعني تصير بكل إنسان مرات يعني ينفعل وشغلة ممكن الضوجة يعني. فأعتقد عبرنا الساعة ونص، يعني إذا تسمح لي كلمة أخيرة، إنه أتمنى الملحدين كله يصفوا بعضهم، يصفوا قلوبهم لبعض. يعني حرام، يعني هو هاي اللي يردوا غير المسلمين يوقعون الملحدين ببعض، هو هذا غرضهم. يعني لا تطوهم هذا المجال، يعني لا تطوهم مجال انه يستغلوكم ويخلوكم تحاربوا بعض. وانا اكتشفت شخصيات كثيرة ومعروفة، وما اريد اذكر اشخاص، كانوا يدعون انهم ملحدين لكن طلعوا اصلا مو ملحدين. وجان يعرف عن هالموضوع كتير كويس، وفي اشخاص كثيرين هم نبهوني منهم وحاولوا يعني يبعدوني عن الملحدين بطريقة أخرى، وما منولتهم اللي ببالهم. يعني فلازم نكون واعين كلنا، أي شخص عاوز يتكلم معك شوف أسلوبه هو شنو هذا، حتى تأكد إنه فعلا ملحد ولا لا، إنه هذا الأسلوب صراحة غير صحيح. يعني اللي يصير إنه أجي أردد نفس كلام المسلم، هذا شيء يعطيني علامة استفهام صراحة. يعني نتمنى أنه يفكرون بهذا الكلام، وأشكر جميع المشاهدين اللي شاهدوا الحلقة، وأشكرك جان. أشكرك أبو الحكم حبيبي. طبعا أصدقائي هلأ راح يبدأ، بس بدأ أظن بس المباشر عند أخونا أحمد حرقان، ونحن بشان هيك غيرنا بالنص ساعة، هو غير بعد بساعة. فأتمنى كل الأصدقاء يلتحقوا بأخونا أحمد حرقان، وأشكركم جزيل الشكر، وآسف كتير أنه الأسئلة ما أخذتها، لأنه بالفعل هالشغلة هي لازم نحكى فيها ونحط لها حد. يعني عيب اللي عم بينحكى، واللي عيب اللي عم بيصير، عيب بكل معنى الكلمة عيب. ومثل ما قلت، نحن أحرار، نحن مو ناقصنا من يجي يعطينا مواعظ ودروس. على كل حال أشكركم أصدقائي، وأشوفكم غدا بنفس التوقيت، الساعة 7:30 بتوقيت لندن، 8:30 بتوقيت القاهرة. أشكرك أبو الحكم، وإلى اللقاء غدا. أشكرك، باي باي.